بلدا ثانية لكم. يسعدني استضافتكم ونهتم جميعا بالتعاون والعمل المشترك في شتى المجالات. إننا نجتمع اليوم بشأن إحدى أكثر القضايا العالمية أهمية وإلحاح، وهي قضية تغير المناخ من خلال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف كوب 27 في مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام وأول مدينة مصرية تتحول إلى الأخضر. تساهم في خط بيئة نظيفة ومستدامة وأكثر استجابة لمتطلبات الشعوب والعمل والنمو دون إضرار بموارد عالمنا. ويعتبر تغير المناخ أحد أكبر تحديات العالم حاليا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الزعماء والشركاء الشرعيين،